السلام عليكم. الزملاء شنو عندنا الانفيسور هذا كيف هذا الانفيسور دروك نتريد تريدهم تاعهم نخدموهم نخدموها بخبر بلاص شابة ماشي باش ما تخليناش لي بلاص بزاف ما ديرناش دودانا وكلش نخدمو بهذا الخبر بلاص صابة شابة شابة من الكلية تساعد في الانفيسور هذا الفوت العنبي خفيفة ماشي بزاف هكا هاكي شفتش غير شوية عضوي باش تبان لا خلاص نتاعها ونحطولها الشكة تاعها نسيو نتبعو لي في السوق الجديد كي تجي لها تلصق هي تلصق مليح وين لازم تجبدها تكسلها كما يقولو تكسلها مليح مرهاش في بزاف والاول متاع ختي متاع مرهاش بزاف هكذا ونكملوا الباقي الفوق حبست توجور في الاول ما نعمروش بزاف باش ما تروحناش لا طلع راس تاع الانفيسور وراه نسيين فيديو باش تبان لنا طراس هكذا ما تبانش عطي كيما قالكم الاخ عمور هذه مليحه فرق لاص هذه مليحه صحاب صحاب اللي يخدموا في الصبيغه مليحه تساعده ومليح لي فيسور يروحوا لي فيسور يعني حاجه مليحه لي فيسور مليحه اما البوندا تاع البلاكو انا ما جربتها ما عجبتنيش مليحه في الامتر فا في الامتر في جهه الامتر فا شابه مليح باسكو ما تخلي ما ديرلكش دودان اما في البورامانسي ما سيتها ما عجبتنيش لي فيسور هكذا شابه مليح هكذا هنا ما تدخلش لي فيسور فينيو بارك الله هنا وين تفيني الحبل لي فيسور هكذا باقي نخدمو دوزيام كوش نقلص عليه هادي كيما ماهيش تبان كاع في الكلاص ما تبانش كاع ما تخليش لاخر كاع يديك دوكا نخدمو لها دوزيام باس
شكون هي السجنة تخرج؟ عبالك بيان عندي مريح Mira, ¿qué es eso?